معنا في هذا الشأن الدكتور أنطوان الخوري مسؤول الشرق الأوسط في الاتحاد الآرامي السرياني العالمي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. يعني بتشرح لنا في البداية كيف كان الوضع أو ما هو الوضع الآن بالنسبة للأقليات المسيحية في شمال العراق وسوريا؟ بالبداية أحب أتقدم بمعايدة لكل أحبائنا وإخوتنا المسيحيين اللي عيدوا هلا بعيد الميلاد المجيد، وكمان الذي راح يعيدوا بعد كم أسبوع كمان أخوتنا الأقباط وأخوتنا الأرثوذكس. صراحة أنا ما أحب أسمي نحن كمسيحيين لسنا أقليات، ونحن عم ندافع على هالشي لأن نحن أصحاب الأرض. نحن كسريان آراميين في سوريا، في العراق، في الأردن، نحن أصحاب الأرض، وأنتم كأقباط في مصر أنتم أصحاب الأرض. فأنا كثير نحن كاتحاد آرامي عالمي دائما عم نحكي أنه نحن ما تسمونا أقليات لأن نحن أصحاب الأرض. أيوه. وجبرنا أنه الأغلبية من يتبعوا غير أديان بالقوة. طبعا ما يحدث في سوريا ولبنان أو في سوريا والعراق، للأسف تهجر قسم كبير من الشعب المسيحي. يعني تقريبا ما ضل 2-3% من الشعب المسيحي اللي كان يسكن بهذيك الأراضي. وطبعا هن عايشين، أنا إذا بدي أحكي عن سوريا هلا، لأن الحرب الكبيرة هي صايرة بسوريا. الرئيس ترامب لما قرر يسحب الجيش الأمريكي من منطقة الجزيرة أو من سوريا، فللأسف هو يريد يدافع عن الأقليات اللي عم يحكي عنها، اللي يعني نحن أصحاب الأرض. بس الفكرة هون شوي يمكن عنده ما وصلت من قبل المستشارين تبعه، لأن الوضع وضع المسيحيين منطقة الجزيرة في شمال سوريا كتير صعب. ليش؟ لأن الأكراد موجودين هونيك، وتركيا قررت انه بس تطلع الجيوش الامريكيه راح تفوت هي تحارب الاكراد، وراح يصير المسيحيين بالنص. يعني المسيحيين هناك هن الاغلبيه موالاه للدوله السوريه، والاكراد هن ضد الدوله السوريه، وراح تفوت تركيا كمان. يعني الوضع كثير صعب هناك بالنسبه للمسيحيين. فما بعرف شلون هو او المستشارين تبعه حاسبين حساب لهالشيء او لا. يعني وضعنا نحن لنا كثير علاقات واتصالات مع شعبنا المسيحي هناك، والوضع منه سهل مثل ما نحن عم نفكر يعني. فالله يستر. أيوه. في رأي حضرتك ما مدى تأثير صدور مثل هذا القانون؟ يعني هو ليس بقرار عادي، لكنه يعني قانون ملزم للبيت الأبيض وإدارة البيت الأبيض، مش بس في عهد ترامب لكن في العهود القادمة. طبعا هذا يعني نحن نتشكر الدولة الأمريكية على هالقرار أو على هالقانون، ولكن للأسف هلا إذا نرجع نحكي كمان، أرجع أقول إنه إذا مضى المسيحيين بالشرق الأوسط، إذا بسوريا ولبنان أو العراق قل عدد المسيحيين هونيك، وحتى لو عاقبوا هدول الأشخاص اللي قاموا بهالمجازر أو هالجيوش اللي قامت بهالمجازر، يعني نحن ما استفدنا شيء كمسيحيين هونيك. وطبعا قرار كتير كويس، ونتمنى يعم هالقرار ويبلشوا باستعماله بأسرع وقت ممكن. وحتى لألكم أو لألنا، أنا أقول لكم الأقباط بمصر، بس أنتم كمان أخوتنا نحن السريان، يعني نحن السريان والأراميين والأقباط أخوة بالكنيسة وكشعب يعني. فأتمنى يكون هالقرار عام على الشرق الأوسط كله ياتوا بشان تاخذوا حقوقكم. يعني بصراحة لما عم اتفرج على البرنامج والشي اللي عم بيصير بالكنيسة القبطية بمصر، كتير عم نزعل. نحن هون كشعب سرياني أرامي هون قمنا مظاهرات ضد العنف ضد الأقباط في مصر، يعني في السويد عملنا هالشي نحن. حقيقي. ده حقيقي. يعني جدير بالذكر أنه من التاريخ السرياني في شمال العراق وشمال سوريا، أنكم منذ بداية أو منذ ظهور الإسلام مش بس استضافتوا المسلمين، لكنكم وفرتوا لهم أيضا المطابع وعلمتوهم فن الطباعة، وبالتالي يعني ساعدتوا ان هم حتى ثقافتهم يعني تستمر وتحيا في ذلك الوقت منذ حوالي 1300-1400 سنة.
أكيد، وحتى القرآن مكتوب باللغة الآرامية بالبداية، والراهب بحيرة هو آرامي سرياني علمنا الكتابة والقراءة. يعني إذا القرآن مكتوب بالآرامي فعلمناه نحن اللي ترجمنا الكتب كلياتها للغة العربية. يعني فضل السريان الآراميين على العرب كتير كبير، بس للأسف نحن بدل ما يعاملونا بمعاملة محبة فعاملونا بالقتل وبالجزية أو بالاعتناق الدين الإسلامي، وهذا شيء ما كنا نتوقعه، بس لازم كان يكون هذا شيء درس لنا كمان. وأعتقد الأقباط كمان بمصر، إذا تسمح لي أحكي بهالشيء كمان، أنه نحن طبعا مسيحيين ونحن عنا المسامحة والمحبة هي شعارنا الأول، لأن هذا علمنا السيد المسيح، بس كمان علمنا الدفاع عن النفس. فأنا ما عم بفهم ليش الكنيسة القبطية ما عم تطلع بمظاهرات، وأنا لو كنت كرئيس أعلى للكنيسة القبطية كنت أنا أكون أول من يشارك بهالمظاهرات. يعني طبعا نحن ما فينا دائما نقول والله هاي حادثة معينة شخص قام فيها أو فرد قام فيها، الأقباط عم يتعذبوا وعم يقتلوا من فترة طويلة كثير، معناها هاي الشيء مدروس. يعني يريدوا إخلاء مصر من الأقباط كما أخلوا مصر